راديو سوريالي يقدم المسلسل الإذاعي بتوقيت سوريا. ألو ألو، سامعيني؟ هذا موبايلي ولا موبايلك؟ انقطع الخط يعني؟ طفيت موالدي. لا 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 لا. عم ببعث لك على الواتساب، حاكيني على الفايبر. فكرني ما بعرف فوت على ايميلك شوف شو عامل. انا بحكي معانا على الساعة 1 بتوقيت سوريا. رح تقول لهم الفايبر. خلص ليك بعثت له على الفيسبوك. ايه ما عم يعني ليه؟ ما عم اسمع منيح. هنا سوريا، انتم تستمعون الينا بتوقيت سوريا. شو عم تساوي؟ شو بدك بعلبة الصيغة؟ ما دخليك. كيف يعني ما دخلني؟ شو بدك بالعلبة؟ اترك لي اياهم، ذهباتي هدول. ما دخليك، هذا مو شغلك، هدول انا جايبهم وهلأ بدي اياهم. بك الله يخليك كريم، هن هالكم نتفة قايمتن قلنا للطوارئ لشي زنقة، شو بك؟ الله يوافقك اتركهم. خلصنا، انا جايبهم وانا حر فيهم. روح الهي لا يردك، ان شاء الله بيرجعوك محمل على هالقلبة يلي قلبتها. وين كان مخبى هالشي كله؟ جودات أبو شوكات، في شي؟ صار شي؟ في شي كبسة؟ بسم الله حولك وحواليك. هلأ كل ما بدي إجي فيك بدك تعملنا هالموشة. حب عمرك ما كنت هيك؟ لك ليش ضل شي على حاله؟ ضل شي على حاله يا أم كلي. بعدين لا يغربن عن بالك إنه ما كنت تنام كل هالمدة بعد الغداء. إيه نعمة النوم نعمة، مو أحسن من هالأخبار اللي بتقطع النسل؟ قوم هلأ، صرت مسخنا القهوة مرتين ثلاثة. قوم ولا ليكون أبو سعيد مخسرك بالطاولة. فشر، كسر له راسه لأبو سعيد. كمان ما كنت تزعل ولا تغضب من الخسارة والربح، كنت تقلي تسلاية. لك خلصينا ولو شو ناطرتيني عالدقرة؟ شو ليش ما لي سامع صوت المولدة؟ شكله اجت الكهرباء؟ لا انت استاذق، ما في بنزين. ما قلت لك جيب بنزين؟ اي ما كان عنده أبو سعيد. شو كمان لحق يتاجر بالبنزين؟ العمى العمى، شو عم تطلع مهن جديدة بهالأيام؟ ولك إذا عم يتاجروا بالقبور بدك ياهم ما يتاجروا بكل شي يعني. لا يغربن عن بالك إنه هيك ناس كل عمرها موجودة، بس مو بهالوقاحة وبهالخساسة. لك شو متوقع لك يصيروا غاندي يعني؟ ستي بتخلص وبترجع. والله يا رجال ماني شايفة شي رح يرجع، النفوس خربت والناس صارت قاسية على بعضها. أصبح شو مقعدك هون بهالبلاد؟ قومي خلينا نعمل المشمل ونتيسر من هون. قلت لك ألف مرة هالسيرة ما عاد تفتحها، سكرها. طيب. إذا بدك روح أنت، أنا بقعد هون مع كريم وكوثر. ولا يغربن عن بالك إني ماني مقطوعة من شجرة. خلاص فهمناها. لك صحيح على سيرة كريم وكوثر. ايه. لك وينهم؟ قديش طلعوا؟ شهر 65,000. بالدولار أخي، بالدولار. كم دولار؟ يا أخي ما بتعمل بالدولار، ما بتعمل. ليش الذهب شو؟ اسمه دولار شي، اسمه دهب. هلا المهم بيطلعوا 300 دولار. لا خيو ما بطلع. هات لك حبة تانية، خاتم، حلقة، سنسار. خود هاي، بس يا بتصرف لي دولار يا بتدلني وين بقدر اصرف، لاني عاوزهم دولار اخي مشان الله. ايه الله يكسر ايديك يا ابن عمتي الندل، ريتك كانت مخلفة بسكليتة ولا جعبتك. آخ يا كتفي يا ظهري، بعت لك حمى لا مش وجعتني، خرب بيتك إلهي. شو بدك تساوي يا بنتي يا كوثر؟ كيف بدك توصلي خبر لعمتك ولعمي جودات؟ يا الله ما ترك لي لا موبايل ولا أرضي، لك الراوتر الندل أخده معه الحمى. ايه وهلا شو بدي ساوي؟ يعني مو معقول ضل محبوسة هون مثل المعتقلة وما فيني اعمل شي. يا الله يا الله شو بدي ساوي شو بدي ساوي؟ ايه لقيتها، ما إلي غير اكتب ايميل وحطه ارسال، لما بيجي بيفوت على النت بيروح لحاله.
وبإيده لهالواطي. إيه بس يمكن لازم سايره شوي لبين ما يوصل الخبر لعمتي وجوزة ويجوا ينقذوني بلا ما يجن علي أكتر. ألو 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 ألو، أنت سيد أحسان؟ أي نعم. إيه أيوة. أنت الأستاذ كريم؟ أيوة أيوة بالضبط، أنا ناطرك. وينك أنت أخي مشان إجيك على السريع؟ أنه هاي وصلتي من بيروت. الله أجيلك الست لحقتني الحقيقة على الحدود لخبرتني. ست أكابر كتير 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 وما بقدر زعلها. ناس رفع غير شكل. مهم أخي، ما قلت لي أنت وين؟ بالقهوة بسوق ساروجا. عم السيارة ما بتصل لهنيك يا رجل. خلاص خلاص أخي، أنا مصطفى بجيك مشي. أنا اسمي الدورة، لابس بلوزي خضراء. أصبح بس توصل رنلي منتعرف على بعض، بس لا تأخر. أوكي 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 أوكي. يلا سلام، بانتظارك أنا. زكاتك إذا حاكتك الست، بس قلتلها أنه الدورة وصل وعطيتني المبلغ. قد أمان أخي. إيه ماشي ماشي، يلا سلام. إجتني مكالمة، ناطرك. سلام عليكم. إيه ألو ألو. إيه أمي؟ لك أمي؟ ليش ما عم ترد لها على الفايبر ولا على الواتس الا ما تكلفني مكالمه يعني؟ ليش شوفي؟ قلبي غليان عليكم انت وبنت خالك. ما على قلبنا شر، بناخذ العقل. لك ابني بهالايام الواحد قلبه بينقزوا على اهون سبب، ولا يغربن عن بالك. طيب طيب، بدك شيء؟ عاوزه شيء؟ لا سلامتك، بس كان بدي اطمن عنكم. اطمني، كله تمام. وكوثر عم تجوهر، عم تصير افهم واحسن وكل شيء رجع لنصابه ومكانه الطبيعي. ايه الحمد لله. لكن جيب كوثر وتعوا ناموا عنا طالما رأيت الأمور بيناتكم. هالمرة بدنا نطول عليكم كم يوم، شهر عسل جديد يعني. لا يلا، ما بدي صرفك وحدات أكتر. وما ينشغل بالك، وقت بكون خارج التغطية عم أطفي للتليفون أصلا. يلا باي باي باي. شو وينه؟ ليش غاطين هالغطة هاي؟ مو غريب؟ قال عاملين شهر عسل جديد. اها ايوه، شو شايفك مضوي شموع؟ ما تكوني مفكره بشهر عسل كمان انت. شو يعني هجنه غريبه فانتازيا؟ بعدين لا يغربن عن بالها. إيه. اني لساتني صبيه. ها ايه كفي كفي، لسه كتي. بدي اياك انت يلي تكفي. يبعت لك حما. كوسر، وليك كوسر. ايه ايه وينك؟ تعي لهون الحمارة. جيت حاضر. وشو بكي هيك؟ قلبتيها لخلقتك ولا فرديها لهالخلقة يلي بتقطع الرزق؟ حاضر. وبيقولوا ليش الواحد بيطفش من هالمناظر اللي بيشوفها بخلقته على الفوتة والطلعة؟ لا وفوق منها تاركة حالها هيك بعد الحفلة على أساس آثار العدوان يعني. ليه ما تحممتي ولا؟ ما قلت لي تحممي. ايه تصرفك صح، لكن حطي لي لقمة ونقبري تحممي. شو سويتي أكل؟ ما قلت لي طبخي. شو والله عم شم رائحة عصيان مدني هون. لا هي طاعة، مو أنت هيك بدك؟ على الغداء قلت لي طبخي وطبخت، هلأ ما قلت لي، فناطرة أوامرك. لا تجاوبي ولا حتى أنا قل لك. حاضر أمرك ابن عمي. ليكي ولا معك نص دقيقة لتفردي لي صفرة ملوكية، بدي اسهر على رواق. زبطي لي السهرة وفرديها لهالخلقة والبسي لك شغلة شفافة. يلا تحركي. لا صهري، عمك نزل يجيب بنزين قام اجت الكهرباء بغيبته. مرت عمي عم تخبرني نعمات انه كتير عمي اخذ على خاطره مني، ما بالعكس لازم يكون ممنون. يا تميم يا صهري، يلي منقوله منرجع نعيده يعني لا يغربنا عن بالك انه القصة كلها يا تمانا واردة عنا. يا مرت عمي انا عم بحكي على قصة شوكت. هلأ عمي بده ياني اخطف رجلي لعنده، وانا قلت له من عيوني حخليه يجي لعنا على العرس، مو انا حاطلع لعنده. عزمنا يجي لعنا هو والولاد. يا دي العرس، لسه بتروح وبترجع لي على سيرة العرس؟ هذا ما اسمه عرس يا ابني. امرك، ما رح اقول كلمة عرس. الحفلة، العشاء، شو بدك سميها؟ خلصونا بقى من هالقصة، خلصونا. رح نخسر بعضنا على شيء شخصي بخصني أنا ونعمات لوحدنا وبس. طيب روق روق، هلأ خلينا بشوكات.
الولد بيغرق بشبر مي وأكيد بيكونوا عم يتسلوا فيه هلا. حماتي ما في شي من هيك. لك أنت شو بيعرفك فيهن هدول قديش بيكرهونا؟ مرت عمي من بعد إذنك الكلام صار مانو منطقي أبدا وما جاي على بالي تزعلي مني أنت كمان، فخلينا ننهي المكالمة هون أحسن. يو عن إذنك مرت عمي سلمي. لك شو صاير لهالعالم؟ كنتم مع المسلسل الإذاعي بتوقيت سوريا. تأليف نجيب نصير. قام بأداء الأدوار لهذه الحلقة حسب سماع الأصوات لويز عبد الكريم، جورج دعبول، سلافة عويشي، محمد آل رشي، هانيبال نصير، حسن زيتون وبسام داود. الهوية الصوتية عبد الكريم الحلبي. معالجة وإخراج درامي بسام داود. مكساج وإخراج إذاعي ديما البيطار قلعاجي. بتوقيت سوريا مسلسل إذاعي من إنتاج راديو سوريا.